وفي هذا الصدد بالذات فإن إجراء هذا التمرين التكتيكي الذي تتبعناه أطواره اليوم يشكل سانحة أخرى بالنسبة لكم أنتم أفراد وإطارات الناحية العسكرية الثانية عموما والوحدات الكبرى المشاركة على وجه الخصوص لإثبات قدراتكم على تحقيق الأهداف المرسومة لهذا التمرين سواء في مجال تحسين منظومة الوضع في حالة الطوارئ والرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات أو فيما يتعلق بتدريب القيادات والأركانات على التحضير القتالي وإدارة العمليات في مواجهة كافة التحديدات المحتملة لا سيما بعد إدماج معدات ومنظومات أسلحة جديدة تتماشى مع مقتضيات الحرب الحديثة. وحسب التقييم الأولي لهذا التمرين يمكن القول على نتائجه أنها كانت مرضية إذا جرت كافة مراحل في ظروف تنظيم وتنفيذ جيدة طبعتها الدقة في إصابة الأهداف واحترام التوقيتات المحددة والسرعة في تنفيذ المهام المنوطة والتحكم في عمل القيادة والأركان في جو من التنسيق والتعاون التام بين مختلف القوات والوحدات والتشكيلات المقحمة مما سمح بتجسيد والتطبيق الميداني للمعارف المحصل خلال التحضير القتالي وهو الهدف الذي نرمي دوما إلى تحقيقه من خلال تنفيذ مثل هذه التمارين باستعمال مختلف الوسائل القتالية الكبرى ومنظومات أسلحتها المتطورة.